صباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على متابعي قناة الصحة والجمال في كل مكان. معاكم محمد عبد السلام في الفقرة الرياضية، كان معاكم في البداية محمد ريان في الفقرة السياسية، وفي الفقرة الثانية كانت معاكم أسماء وجدي. دايما هنكون معاكم كل أسبوع في تمام التاسعة صباحا من يوم الجمعة. في الفقرة الرياضية هنتكلم عن أحداث كتير، في الفقرة الرياضية هنتكلم عنك أنت لأنك أنت اللي تهمنا، في الفقرة الرياضية هنتكلم عن خبر يهمك، عن معلومة حابب تعرفها، عن إحصائية حابب تتأكد منها، لأنك بالنسبة لي البطل، البطل اللي من غيره متعة الكرة ما تكملش، البطل بالنسبة لي هو أساس الكرة في مصر. في الفقرة الرياضية هنشوف الأخبار وهنشوف الأحداث بطريقة جديدة، هنحاول مع بعض نبسط الأمور ونسهلها مع بعض. عندنا النهاردة في الحقيقة يعني نبدأ سريعا كده لضيق الوقت، أحداث كتير جدا، عندنا دوري مصري، عندنا دوري أبطال أوروبا، عندنا دوري أبطال أفريقيا، عندنا انتقالات اللاعبين رمضان صبحي وشريف إكرامي، عندنا أحداث كتير، وطبعا الحدث الأهم مباراة الديربي، مباراة ديربي القاهرة، ديربي العرب، كلاسيكو العرب، أقوى مباراة في الوطن العربي كاملا. للأسف النهاردة الوقت ضيق جدا نظرا لبعض المشاكل اللي حصلت معانا، ولكن هنحاول مع بعض نظبط الأمور. في البداية بس حابب ناخد مع بعض شوية أخبار لطيفة كده خفيفة معانا في الخبر الأول، وهو افتتاح مدينة العالمين الجديدة. ممكن تفتكر في البداية إن أنا بتكلم عن حدث سياسي، ولكن إحنا قلنا في البداية إننا هنتكلم عن الأخبار من منظور مختلف، وفي افتتاح مدينة العالمين الجديدة عندنا منظور مختلف نقدر نتكلم من خلاله عن الحدث، وهو الماراثون الرياضي. الماراثون الرياضي اللي كان بيقيم على افتتاح مدينة العالمين الجديدة، اللي من خلاله حصلت مباراة كرة قدم خماسية بين قدماء الوزارة، رئيس طبعا الوزراء المستشار مصطفى مدبولي كان في الفريق، وكان طبعا الدكتور أشرف صبحي موجود برضه في مباراة. المباراة حقيقة أنت ممكن برضه تشوفها مباراة عادية، ولكن هي كده حاجة من زمن الفن الجميل، مباراة ممكن ما تمتعكش بالكرة ولكن إنسانيا تمتعك، وزراء بيلعبوا على أرض الملعب كرة قدم خماسية، برضو يعني حدث بالنسبة لي تمام وكويس، ولكن كان في على جنب كده ماراثون رياضي أو للدراجات الرياضية. الماراثون ده كان أقيم بداية من فريق دراجي الإسكندرية علشان يوصل لمدينة العالمين الجديدة. في الماراثون ده كان معانا واحد بدأ من طنطا لمدينة العالمين الجديدة بالعجلة، سافر من طنطا للمدينة بالعجلة علشان يحضر افتتاح المدينة الجديدة. في الحقيقة الواحد ده هو محمد المصري، مؤسس فريق هنشوف بلدنا على العجلة. بدأ يحضر محمد المصري من الشباب اللي هي بتروج للسياحة كتير جدا، وعلى المستوى الشخصي يعني محمد محبب ليا، ودايما بقول له انك وش الخير عليا. محمد المصري بدأ من مدينة طنطا زي ما قلنا، ووصل لمدينة العالمين الجديدة. يا ريت محمد لو معانا على المكالمة نقول له اهلا بيك يا محمد، وسعيد انك موجود معانا النهاردة في اول حلقات اخر الاسبوع والفقرة الرياضية، برحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد وكل مستمعينك الكرام. انا سعيد جدا بان انا معاك في مداخله، وبالتوفيق دايما. اهلا بيك يا محمد، اهلا بيك. حابب بس كده في البدايه اعرف التجربه اللي انت خدتها، انا عارف طبعا انك بتسافر مسافات كبيره جدا، بس حابب اعرف التجربه دي كانت من نوع خاص، لانك يعني ايه تقول تجربه رسميه شويه، رايح لافتتاح مدينه جديده، وكمان ان هو يبعت دعوه لشاب من شباب مصر اللي بتروج للسياحه، فدي حاجه كويسه جدا، وخصوصا انك ما انتش في حاجه رسميه، فانت مؤسس فريق هنشوف بلدنا على العجله. كنت حاسس بايه وانت بتتلبى الدعوه دي، وسافرت ازاي يا محمد؟ احكي لي. في البدايه احب اعرف الناس بيا، انا محمد المصري مؤسس فريق هنشوف بلدنا على العجله. تمام. في ماراثون افتتاح العالمين الجديده جالي دعوه من فريق دراجي اسكندريه، وهو ده اللي كان منظم في الحدث ده. تمام. ان انا اكون مشارك معاهم. تمام. المباراه الخماسيه يا محمد اللي كانت اقيمت بين الوزراء، المباراه دي كانت بتمثل ايه للشباب اللي موجودين؟ هم كان عندهم رسالة بإن إحنا على المدن الجديدة بنبسط كل شيء، فهم بيحسوا المواطن على توعية بالرياضة بشكل عام. تمام. فخلوا المنظور يتغير خالص، بدل ما تمام بيتضحوا الرسميات وكلام من ده كله.
تمام فبدأوا ان هم يقولوا للشباب احنا بنلعب علشان تبقى خطوة ليك. مظبوط يا محمد، يعني سعيد طبعا انك موجود معايا في اول يوم في البرنامج، وكنت اتمنى ان تكون المكالمه اطول من كده، ولكن للاسف انت شايف الوقت قصير جدا، برغم ان عندنا ملفات كتير جدا حابين نتكلم عنها، الا ان الوقت قصير جدا، بسرعه كده لمباراه القمه غدا ان شاء الله، مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، مباراه ليها طعم خاص، مباراه هي رقم 120، حابين برضو نشوفها يعني نتعرف عليها من منظور مختلف، حابين نعرف عنها بعض المعلومات. هيكون معانا حالا الأستاذ خالد أبو العيون، المؤرخ الرياضي وعضو الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. بس قبل ما يكون المؤرخ الرياضي الأستاذ خالد أبو العيون موجود معانا، هنتكلم برضو عن حاجة لطيفة في المباراة. المباراة دي بيكون دايما ليها أحداث كتير زي ما احنا عارفين، دايما بتسمع شائعات هنا، دايما بتسمع حاجات هنا. فعندنا مثلا في النادي الأهلي تحدثت صحيفة سويسرية عن عرض مقدم من بيراميدز لفريق، عرض مقدم لبيراميدز لفيرال مقابل 4.5 مليون، واشاعات كتير واحداث وحاجات كتير جدا. برضه في المقابل عندنا امبارح سمعنا ان في خناقه بين فرجاني الساسي وحازم امام، هل ده صحيح؟ هل ده صحيح؟ ما تقدرش تقول بنسبه 100% ده صحيح، بس تقدر اللي تقوله ان هي المباراه ليها طعم تاني، وعشان المباراه ليها طعم تاني هناخد احنا كمان المباراه من جانب تاني، من جانب الاحصائيات. معانا على الهواء مباشره الاستاذ خالد ابو العيون، المؤرخ الرياضي وعضو الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. بنرحب بيك يا استاذ خالد في اولى حلقات اخر الاسبوع الفقره الرياضيه. اهلا بيك وبارك لكم على البرنامج ده، يعني اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. استاذ خالد، يعني سريعا كده، المباراه زي لسه بنقول بتحمل طابع خاص، بس عايزين نشوف شويه المباراه دي من منظور تاني وهي منظور الاحصائيات. ماذا تخبئ في جعبتك يا استاذ خالد من المباراه دي والاحصائيات؟ والله بالنسبة للمباراة دي الحقيقة الأرقام تقريبا المباراة رقم 225 رسميا بين الفريقين في جميع البطولات. القاهرة، نعم في جميع البطولات 225 بالضبط، جميع البطولات هي تقريبا 225، لأن مباريات دوري القاهرة مش موثقة كلها، في حوالي 4 أو 5 مباريات مش موثقة. هو المباريات الموثقة بالنتائج بتاعتها 219 مباراة. الدوري المصري تاريخ رقم كام في الدوري المصري؟ في الدوري المصري 120. هداف الفريقين على يعني في التاريخ كده، هداف الفريقين وفي الوقت الحالي برضو مين هداف الفريقين؟ بالنسبة لهداف الفريقين على مستوى البطولات كلها، في عبد الكريم صقر لاعب الأهلي والزمالك من الثلاثينات لغاية بداية الخمسينات سجل 19 هدف في مباراة القمة في مختلف البطولات. تمام. منها 11 هدف مع الأهلي و8 أهداف مع الزمالك. الأستاذ خالد طبعا إحصائيات كتير وحاجات كتير جدا، بس في حاجة عايز أعرفها من حضرتك بكلمة واحدة بس، حصل دوشة كتير جدا على لقب القرن. الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بما إنك عضو فيه أعطى لقب القرن تمام. مين؟ أهلي ولا زمالك ولا مين؟ كلمة واحدة بس. لا، كتوكو. كتوكو، يعني مش أهلي وزمالك. كتوكو. شكرا لحضرتك الاستاذ خالد ابو العيون. حابب بس اقول حاجه، في اخر الاسبوع دايما هتشوف الاحداث من منظور مختلف. الاسبوع القادم باذن الله استنونا واحداث وقضايا جديد بطعم مختلف وبتنظيم افضل وفريق افضل. الى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.